نينوى التاريخ والحضارة، نينوى الجغرافيا والهندسة والطب، نينوى بكل علومها ورجالها، وكان لكل علم رجاله في الأدب والفن والمعرفة والهندسة. كل ذلك نستعيده في ذكريات ومحطات تاريخية في برنامج أعلام موصليون، ومع أعلام موصليين خلدوا تاريخ هذه المدينة بكل صفاتها ورجالاتها. أعزائي المشاهدين، طاب مساؤكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الرمضانية المباركة ومع برنامجكم أعلام موصليون. كما اعتدنا وتعودنا في كل حلقة أن نكون في واحد علم موصلي جديد، علم من أعلام الموصل الذين تركوا بصماتهم في تاريخ هذا الشعب وهذه الأمة وهذا الوطن العريق. اليوم نحن في واحة العلم الموصلي الأمري، وما أكثر الأمريين في تاريخنا القديم والحديث. اليوم نحن مع علم شغل أعلى منصب في الدولة العراقية أيام الحكم الوطني، شغل منصب رئيس الوزراء، ولأكثر من مرة شكل وزارته. اليوم نحن في واحة المرحوم أرشد الأمري، ومن منا لم يقرأ أو لم يسمع بأرشد الأمري السياسي الموصلي العراقي العربي الذي كان له شأن كبير في تشكيل هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية. يشاركني في هذه الحلقة ضيفان عزيزان من ذوي الاختصاص في التاريخ الحديث. يشاركني ضيفي الأستاذ الدكتور محمد وليد، التدريسي في كلية الآداب بجامعة الموصل. فأهلا وسهلا بك. أهلا في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة بكم وبحضوركم. كما يشاركني ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور علي حمزة، التدريسي في كلية التربية الأساسية بجامعة الموصل. فأهلا وسهلا بك. شكرا. أهلا وسهلا، وطابت هذه الأمسية بكما، ورمضان مبارك عليكم إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله. نبدأ حديثنا مع ضيفي العزيز الدكتور محمد وليد. دكتور محمد، نحن قرأنا كثيرا عن أرشد الأمري رحمه الله، من أين تبدأ رحلتك القرائية وأنت متخصص في التاريخ الحديث مع أرشد الأمري؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولد أرشد ابن حسن زيور ابن محمود منيب العمري في مدينة الموصل في محلة الشيخ محمد. الشيخ محمد نسبة إلى الرجل الصالح محمد الأباريقي الذي كان يعمل في صنع وبيع الأباريق، ودفن في هذه المنطقة وهي بالقرب من باب لقش، ويقال أنها تسمى أيضا بمحلة الثلمي نسبة لوجود ثغرة أو التي أحدثها حصار نادر شاه أثناء قصفه للموصل، فأحدث هذه الثغرة فتمكن والي الموصل حسين الجليلي وكذلك المقاومين من سد هذه الثغرة، فسميت بالثلمي أي الثغرة. نعم. فالعائل من أسرة، ولد في أسرة محبة للعلم، والأسرة العمرية معروفة جاءت من الحجاز من المدينة المنورة، وبعد أن كلف سليمان القانوني جدهم الأعلى قاسم العمري الذي يرجع نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالسفر إلى الموصل حتى تثبت الدولة العثمانية أقدامها هناك. طبعا هو نشأة علمية دينية في بيت محب للعلم والثقافة، فوالده حسن زيور كان من علماء الموصل ومن المحبين للقراءة، كان له مجلس يحضره العلماء ورجال الدين وأيضا المثقفين والأعيان ووجهاء الموصل. طبعا أصبح والده حسن أمينا لبلدية الموصل عام 1881، يعني واستمر، يسمى اليوم بالمحافظ. نعم نعم، كما تذكر المصادر. نعم نعم. لا، ليس المحافظ، أمين على بلدية الموصل. نعم نعم. المحافظ هو المتصرف. نعم، هو ما يسمى أمين البلدية. نعم. يسمى، تذكر بعض التراجم أنه ولد وكان والده محافظا على نينوى، هو ما كو لفظة محافظ. نعم عن ذلك. نعم نعم. فأصبح أمينا لبلدية الموصل بين 1881 إلى 1891. كان الشيخ حسن يملك مكتبة ثرية بمختلف العلوم والمعارف، لذلك نشأ أرشد العمري نشأة علمية ثقافية، كان محب للإطلاع وقراءة الكتب المتنوعة في جميع الفنون. أدخله والده الكتاتيب، حاله حال تلك الفترة، والكتاتيب هي منطلق للعلم والمعرفة للنشيب في ذلك الوقت. وأنا أتمنى أن تعود الكتاتيب مرة أخرى لأهميتها في تعليم النشيء، القراءة والكتابة، الحساب، بعض من علوم التاريخ، قراءة القرآن، حفظ بعض من آيات القرآن الكريم. نعم، وحتى في مجال اللغة. حتى في مجال اللغة والخط أيضا. نعم. لذلك هي منطلق للعلم والمعرفة. هو درس في جامع العمرية وكذلك في جامع النبيشيد ثم في جامع النوري الكبير. دخل المدرسة الابتدائية عام 1894، ومديرها بعد أن رأى الذكاء وكان حافظ لبعض آيات القرآن الكريم، لذلك أدخله في الصف الثالث الابتدائي. ما شاء الله. فهنا بدأت ينمي هواياته في الاطلاع والقراءة والرياضة وحب التاريخ والحساب. انتهت من دراسته الابتدائية في مدرسة باب لقش الابتدائية عام 1899 ليدخل ثانوية الموصل. وهذه ثانوية الموصل كانت متوسطة، عبارة عن متوسطة وإعدادية. الإعدادية في الموصل تأسست عام 1895، لم يكن إعدادية حتى عام 1895، فتأسست الإعدادية عبارة عن صف أو صفين في ذلك الحين.
فأنهى دراسته بعد أن أحب القراءة، وأيضا كان يدرس فيها الهندسة والجبر والحساب واللغة التركية والعربية، فنمت هذه الأشياء بحب الهندسة وإطلاعاته الكثيرة. لذلك عندما أنهى دراسته في الثانوية الموصل عام 1903 قرر أن يدخل كلية مدرسة الهندسة اللي هي في اسطنبول. نعم. وفعلا ذهب إلى اسطنبول عام 1904 ودخل مدرسة الهندسة الملكية العالية، وهذه المدرسة هي كان إدارتها تعود إلى إدارة عسكرية، لكن المتخصصين فيها هم متخصصين بالهندسة. نعم. وكانت هذه مجاورة للمدرسة الحربية. نعم. لذلك كانت مدرسة تقريبا مغلقة. نعم. ويدرس فيها هذه المدرسة هم مدرسين أجانب من ألمانيا، من بلجيكا، من فرنسا. هذول المدرسين بمثابة علماء هندسة. بالضبط، علماء هندسة وهم مختصين في هذا الجانب. طبعا وقدم أوراقه، بعد ما قدم أوراقه امتحن شكل، وسألوا أسئلة عامة في الحساب، في الجبر، في الهندسة، أيضا سألون عن اللغة التركية اللي كان يجيدها، لأن هو كان منذ صباه كان مولع بالموسيقى، ولا سيما الموسيقى العربية الكلاسيكية والعالمية، ولا سيما التركية. نعم. فقبل في هذه المدرسة ودرس فيها يعني عن الموانع، عن السكاك، عن الهندسة، هندسة الجسور، درس فيها عن الصحة والوقاية، عن اللغة التركية، الفارسية، وغيرها من العلوم الأخرى. طبعا أنهى دراسته في هذه المدرسة في 1912 وحصل على شهادة الهندسة، فقدم أوراقه إلى أمانة العاصمة في اسطنبول، وفعلا قبل في أيلول عام 1912 وتعين في دائرة الشؤون المسؤولة عن الشؤون الهندسية والمعمارية، ثم أشرف على إنشاء سوق تقسيم وساحتها اللي افتتحت عام 1917. وعندما في أثناء الحرب العالمية، نعم، يقال بأن منطقة تقسيم هو الذي أنشأها وأسسها. نعم. نعم. ومنطقة أخرى أيضا في اسطنبول هو الذي أنشأها وأسسها. نعم. نعم. ثم عمل مهندسا في منطقة قاري كوي بين 1918 إلى 1919. بعد نتيجة للظروف عاد إلى الموصل وعمل في الزراعة وتجارتها، ولكنه خسر في هذه التجارة نتيجة لقلة الأمطار. بعد الحرب العالمية. نعم، بعد الحرب العالمية عام 1919. نعم. لقلة الأمطار وهبوط الأسعار وكذلك انتشار الجراد، فترك هذه التجارة والعمل في الزراعة وانتقل إلى العمل الوظيفي، فتعين في أمانة بلدية الموصل. نعم. عام 1920. من إنجازه في هذه البلدية أنه أوصل عمل شبكة من أنابيب المياه، وأوصل إلى المياه إلى معظم أنحاء الموصل، لكن هذه عام 1922، لكن هذه المياه لم تدخل إلا بيوت الأغنياء فقط. وأيضاً قام بإنارة شوارع الموصل عام 1900 في آذار 1923. هو أول من أدخل الكهرباء إلى الموصل، إلى هذه المدينة، وأطفأ المواقد أو القناديل، القناديل النفطية. نعم. نعم. فأنار هذه بعد أنه عقد اتفاق مع مصطفى الصابونشي الذي اشترى بعض الأجهزة من المحركات من القوات البريطانية والمولدات، فعقد لإنارة بعض البيوت. لذلك عقد معانه اتفاق واشترط علينا
أنه ينير بعض الطرقات وشوارع الموصل، وفعلا تعاقدوا على ذلك. نعم. أيضا افتتح شارع نينوى عام 1924 وكان بإشرافه، واللي هو شارع غازي. نعم. عام 1924 طبعا استمر في خدمته في بلدية الموصل حتى تموز 1925، ذلك عندما جرت انتخابات النيابية ودخل في هذه الانتخابات وفاز في الانتخابات النيابية في حزيران 1925، وأصبح مديرا للبريد والبرق. وأثناء إدارته للبريد والبرق قام بعدة أعمال، من هذه الأعمال المهمة في ذلك الحين هو تعيين الموظفين العرب، لأن هذه الدائرة كانت مقتصرة على الإنجليز. نعم. فلذلك حجم من الموظفين الإنجليز ودخل العرب، وألزمهم بتعلم اللغة العربية خلال سنة وأضاف لها 6 أشهر أخرى، وإذا لم يتعلم اللغة العربية يفصله من العمل في هذه الدائرة. دكتور محمد، قبل أن نستكمل هذه الرحلة الجميلة أستميحكم عذرا، لدينا فاصل قصير ونعود إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود وإياكم ومع ضيوفنا الأعزاء. أعزائي المشاهدين، عدنا وإياكم ومع ضيوفنا الأعزاء. الآن ننتقل بالحوار مع صديقي العزيز الدكتور علي حمزة. دكتور علي، نعم. مثلما تفضل الدكتور محمد وليد، بدأ بسيرته، هذه السيرة التي بدأت من الولادة في الموصل إلى إسطنبول، والآن هو بعد أن عاد إلى العراق وإلى الموصل وخسر أموالا كثيرة في التجارة وفي الزراعة، نلاحظ أنه عاد إلى العمل الوظيفي وبالذات السياسي، فرش عن الموصل كما ذكر دكتور محمد وفاز بمقعد في مجلس النواب آنذاك. من أين تبدأ هذه الرحلة استكمالا لما بدأنا؟ نعم، شكرا أستاذ فارس. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول رمضان مبارك على أمة الإسلام أجمعين وعلى العراقيين ومدينتي مدينة الموصل بالتحديد. سيرة هذا الرجل رحمه الله أرشد العمري سيرة عطرة ومتعددة الجوانب. سيرة معيشته وحياته مع أهله ودراسته هذه من المسلمات اللي أغلب الشخصيات الموصلية، وسبحان الله أنه ساروا على هذا النهج في العلم، في التخصص، في الدقة، في تحديد الهدف، وهو هذا ما يشتهر به المجتمع الموصلي، دائما عندنا تحديد الهدف. ولهذا يمكن بعض الأقاويل تقال أنه الموصليين من نوع الجديين، وجديين معناها عندهم هدف، معناها عندهم رسم وتخطيط لأي هدف معين. هذا الرجل تقسم حياته السياسية، أنا أقول ليس السياسية، السياسية والاقتصادية، إلى 3 مراحل.
بعد المخاض من اسطنبول وعودته هو وزوجته التركية الأصل إلى الموصل ونشاطاته في الموصل، طبعا كان هو محب لخدمة هذه المدينة، وتحديدا في عام 1925 بعد ما تبوأ مقعد في مجلس النيابي في بغداد وتشجيع من أخوه، طبعا هو اللي شجعه على هذا، خير الدين الأمري، خير الدين الأمري، نعم كان هو اللي يشجعه أنه حتى هذه الطاقة أنه ما تروح فقط في داخل المدينة، كان يريد أنه يعمم هذه التجربة وهذا العلم اللي عنده وهذا النشاط اللي عنده إلى عموم العراق. كان في تلك السنة تحديدا مشكلة في مدينة الموصل، ألا وهي مشكلة الموصل اللي نعم. طالبت بها تركيا حول أحقية تركيا بولاية الموصل. ولاية الموصل، وطبعا كان له دور، هذا الرجل كان له دور في الدفاع، يعني دخوله في عام 1925 وهي المشكلة انحلت في عام 1926 تحديدا، فكان أحد المدافعين عن عروبة الموصل نعم. وعن أحقية الموصل وعراقية الموصل، شأن وشأن أهالي الموصل جميعا. بغداد كانت تراقب الأحداث في الموصل، تراقب الخدمات البلدية، تراقب خدمات النظافة، تراقب الإنارة، تراقب كل ما موجود. بالمناسبة زميلي دكتور محمد وليد ذكر أنه حتى استفاد من ضفاف نهر دجلة في سحب المياه وزراعة الحدائق والزهور، فكانت مدينة الموصل من ذاك الوقت هي مدينة محبة للخضرة والجمال. المراقبة اللي كانت من بغداد كانوا يحاولون أنه يستغلون أو يشوفون الشخصيات اللي تحاول تنفعهم في تطوير العراق، خصوصا في بداية الحكم الملكي عام 1921، وكان الملك فيصل الأول رحمه الله كان يتابع بشغف الشخصيات خصوصا اللي كانت ذات صفة قيادية، صفة عاملة، صفة اقتصادية، صفة تجارية، كان العراق يحتاجهم. ففعلا انتقل إلى بغداد وتبوى أكثر من منصب، طبعا بالمناسبة اللي هو ضمن اختصاصه هو تخرج بالتحديد مهندس بناء وإعمار، ما يقابله هسه حاليا بناء إنشاءات احنا نسميه، نعم تخصصه هندسة مدني. هندسة مدني، فالرجل كان عنده بصمات واضحة في اسطنبول وفي الموصل، أيضا كان عنده بصمات في افتتاح شارع نينة وشارع غازي، طبعا كل شارع. عذرا للمقاطعة نعم. دكتور علي، هناك بعض التراجم ذكرت، يعني ولو هذا الأمر يعني ما أشاع كثيرا، نعم، أن السلطان عبد الحميد عندما كان الأمري في اسطنبول أرسله إلى القدس، نعم، لإعادة إعمار القدس، وهذا أول موصلي يشارك فيه إعمار المسجد الأقصى، وللعلم هذه طلعت عليها أنا، نعم، ولو الكثير لم يذكرها لكن أحد المصادر ذكرتها، وعاش بقي عدة سنوات في مدينة القدس يتابع إعمار المسجد الأقصى. نعم نعم، معلومة فعلا جيدة وتستحق الذكر. هو في تلك الفترة يعني كان طالب علم، لم تكرر هذه ولم في تكرر التاريخ، لكن كان عندنا في تلك الفترة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني كان عندنا البعثات، كان نعم. الطلبة يستفادون منه في المعايشة في مناطق أخرى، يعني نعم. في اسطنبول أو في نعم. دول أوروبا، فالأقرب كان للسلطان عبد الحميد وهو كان راعي الحركة الإسلامية، فيدزها نعم. الطلبة في هذا الشأن نعم. فعلا أنه كان من نصيب أرشد العمري أن يكون هو ضمن اللي طلب منهم الإعمار المسجد الأقصى. المسجد الأقصى، وهذا طبعا شرف لمدينة الموصل نعم. الرجل رحمه الله ولأسرته. نرجع لموضوع بغداد، فبغداد كانت بحاجة إلى إعمار، بحاجة إلى خدمات، بحاجة إلى الكثير. بالمناسبة من الشغلات اللي أيضا أكد عليها في الموصل هي إكساء الشوارع، اللي رغم قلتها نعم. لكن تبليط الشوارع كان أحد الشغلات المهمة نعم. نفس الكلام في بغداد، أول فقرة كل فيها اللي هي البلديات والإعمار وإلى آخره، فأبدع بها بصراحة وتبوى أكثر من منصب.
أكثر من منصب. ليش؟ لأنه كان يخلوه مثلا رئيس مهندسين أو مدير دائرة، هو عنده فد خط معين. ذكر زميلي الدكتور محمد وليد أنه كان مشكلة من أصبح مدير بلدية الموصل أو رئيس المهندسين مشكلة اللغة العربية، الموظفين كانوا خليط، الطريقة اللي كانوا يتعاملون بها في الدائرة اللغة الإنجليزية، شرط عليهم نفس المعاناة في بغداد. كانت الوزارة على مستوى وزارة التعاملات باللغة الإنجليزية، الأوراق باللغة الإنجليزية تكتب، فشرط عليهم نفس الشرط اللي شرطوا على بلدية الموصل، أنه خلال سنة لازم أنه يتعلمون اللغة العربية، وبعدين قلص السنة إلى 6 أشهر حتى أنه يكون التعامل هو أيضا قام باستبدال العمالة نعم العربية بالأجنبية، يعني أخرج الأجانب نعم والعربية طبعا هذا الكلام بعد ما أنه أتقنوا الشغل. نعم. احنا هذا عندنا احنا نعم. دائما من يجي ابو المصلحه نعم. يجيب الخلفه ياخذ الشغل هاي وبعدين يقول له تفضل. نعم. هاي موجوده نعم. بالعرف بعد ان تدربوا نعم. فعلا انه صار المخاطبات باللغه العربيه، يعني انه هو يعني تميز بشيء انه كان يجيب من الكفؤين من الاشخاص في الدائره اللي يعمل بها. نعم. وهذا الشيء الايجابي الذي يذكر لارشيد العملي. نعم نعم. هذا الكلام فعلا موجود في الجانب الاقتصادي، لكن مع الأسف بالجانب السياسي صار إخفاق. احنا ما نحكي على إخفاقات، نخليها لوقت آخر. بعد ما تبوء هذه المناصب وقام بتبليط الشوارع والحدائق جملها في بغداد، وأيضا المياه وإيصال المياه والمجاري، كل هذه الأمور كانت غائبة عن بغداد، وأيضا شارع رشيد شاهد وغيره من الشوارع اللي موجودة في بغداد كانت من ضمن إنجازات هذا الرجل، اللي هو يؤخذ عليه أنه كان جدي جدي. نعم. يعني حتى أهل بغداد يقول يقال أنه صعب التعامل معه، صعب أرشد العمري كشخصية صعبة وعنيف يستهان نفس الوقت. نعم نعم. ولذلك خصوم أرشد العمري استغلوا هذه الجدية. نعم. أنه في كجانب سلبي أصبحت عليه، واشتدت المعارضة من خلال هذا التعامل، حتى أن بعض الترجمات تقول أنه كان قاسي. قاسي بأي شيء؟ هو لم يكن قاسيا، وإنما كان مثل ما تفرض جدي في العمل. نعم. فلا يتوانى ولا هذا عن فعل شيء له قيمة، وهو أول من أسس وأنشأ شارع أبي نواس. أبي نواس. نعم. فترة العشرينات تقريبا بعد أن انفضت مشكلة الموصل اللي كان له دور طبعا في الدفاع عنه، تبوى عدة مناصب في بغداد، وهاي المناصب طبعا كانت يعني من منصب إلى أعلى، حتى أنه أصبح وزير وأصبح وزير بلديات، وأصبح في فترة من الفترات بالثلاثينات تحديدا كانت الأمور خصوصا بعد الأزمة العالمية الاقتصادية اللي مرت على العالم كله تحديدا في عام 1929 وانتهت عام 1932 وفي بعض الدول بال 33. العراق كان يسير في ركب بريطانيا أنه كان يتعامل بالجنيه الاسترليني. نعم. المشكلة هذه أنه تشوف يعني حتى من يريدون يكلفون شخص معين ما يجيبون شخص إذا ما يعرفون أنه عنده نفس اقتصادي أو نفس أنه شلون يتعامل مع أزمة غلاء، أزمة معيشة، أزمة اقتصاد. وفعلا هو عاصر بالموصل وقدر أنه يتغلب عليها. ببغداد نفس الكلام جابوه في هذه الفترة، على غرار ما موجود في هذه الفترة. وقبل ما نتكلم على أهم ما موجود اللي هو أصبح مدير مركز التموين طبعا، أو بالأحرى كان يسموه وزارة التموين. نعم. اللي كان كتب على التموين أستاذي ومشرفي الله يرحمه الدكتور زهير النحاس رحمة الله عليه، كتب عن التموين. نعم. في العراق، يعني الرجل هذا يعني زرع بينا ما زرع ورحمه الله رحمة الله عليه. التموين يعني كان من الشغلات المهمة اللي شون أنت توظف المشاكل السياسية اللي بالبلد، شلون انه تمتصها وشلون توفر
الغذاء وشون توفر البطاقة وتوفر أنه عدم القيام بمظاهرات. هذه إحدى المشاكل نعم. اللي صادفت نعم. وزارة الأولى ووزارة الثانية نعم. بالثلاثينات أيضا ظهر عندنا العديد من المشاكل اللي أثرت نوعا ما على يعني السياسة الخارجية بالعراق، خصوصا في عهد نور السعيد اللي كانوا يقال أنه ثعلب السياسة العراقية وإلى آخره نعم. لكن بنفس الوقت كان يحتاجون شخص اقتصادي اللي هو كان أرشد العمري، وفعلا أنه وصل في بغداد وأبدع في الكثير من الوزارات والمؤسسات اللي اشتغل بها. نعم, نعم دكتور. أنه هو أصبح مدير للبريد والبرق عام 1926 واستمر عام 1931. عام 1931 إلى 1933 أصبح أمينا للعاصمة. طبعا هو وضع قانون عندما كان بالبريد والبرق حتى يسير عليه الموظفين في الدائرة، لكن هذا القانون اعترض عليه المندوب السامي البريطاني دوبس آنذاك، ولكن قام بإقناع دوبس بأن هذا القانون من الضروريات حتى يسير العمل في دائرة البريد والبرق. أصبح مرتين أمينا للعاصمة. نعم. الأولى عام 1900 كما ذكر الدكتور علي حمزة أنه مرتين عام 1931 إلى 1933، والثانية عام 1936 إلى 1937. طبعا كان عنده إنجازات أثناء هذه الإدارة أو عندما كان أمينا للعاصمة. من هذه الإنجازات بناء منطقة كرادة مريم، تبليط الشوارع الداخلية اللي تربط المحلات اللي تطلع على شارع الرشيد. نعم. هاي بلطة جميعها، بلط شارع الرشيد وأكمل تبليطه، لكن هو وقع في خطأ لأن شارع الرشيد فيه شوية من الاعوجاج في منطقة الشرجة، فهو قام بهدم سور بغداد اللي يقع أمام ساحة جامع مرجان. نعم. وهدم هذا السور حتى إيش يبلط شارع الرشيد، وانتقدونه بشكل كبير جدا ولا سيما يعني دائرة الآثار لأنه هدم آثار بغداد المهمة آنذاك. يعني هذه دكتور علي، يعني هذه نحن منتفقون عليها، أن هدم أي معلم تاريخي من أجل حاجة أو كذا هذا خطأ، يمكن التعويض عنه بحالة من الحالات، يعني زيل منطقة أخرى، افتح على منطقة أخرى، ولكن معلم تاريخي يشهد بالصفحة التاريخية الحضارية لمدينة مثل بغداد، من الخطأ إزالة هذا السور. يعني اليوم نحن نسعى إلى إعادة سور نينوى، أسوار نينوى، هذه المدينة الحضارية. فكيف مدينة بغداد العاصمة؟ نعم. نعم دكتور علي، إذن هذا الهاجس عند العراقيين وللحفاظ على التراث والآثار منذ القدم موجود. نعم. يعني من العهد الملكي هذا الكلام، أنه صار الضجة على أنه شارع الرشيد، لأنه بعض الأماكن الأثرية إذا موجود عندنا هذا الإحساس في أغلب المدن العراقية سواء بغداد أو الموصل أو بابل أو غيرها من المدن. نرجع الموضوع تسلسل الرجل أرشد العمري، فترة الثلاثينات تبوى العديد من المناصب، وطبعا هاي المناصب هي في تزايد وتعلي من شأنه المركزي، خصوصا في هو كان يداوم في بغداد. وصلنا إلى مرحلة أنه الحرب العالمية الثانية كان هناك بعض لو سمحت لي. نعم. قبل أن نخوض في هذه، لأن ما بعد الحرب العالمية أو أثناء الحرب العالمية الثانية وضع استثنائي كان للعراق والعالم. أكيد. أستميحكم عذرا، لدينا فاصل قصير ونعود. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود وإياكم ومع ضيوفنا الأعزاء.
أعزائي المشاهدين، عدنا وإياكم ومع ضيوفنا الأعزاء. دكتور محمد، هو من الأمور التي ذكرتها التراجم أنه شارك في تأسيس الأمم المتحدة أو تشكيل الأمم المتحدة، كما أنه هو من الذين أسهموا في تأسيس الجامعة العربية. نعم، عندما هو أصبح وزير لعدة مرات، وزير منها خارجية، وزير الاقتصاد والمواصلات عام 1934 في وزارة علي جودة الأيوبي. نعم. ومن أهم الأعمال اللي قام بها هي سدة الكوت. أيضا أصبح وزير للتموين وكالة في وزارة حمدي الباتشيتش الأولى عام حزيران 1944، وأيضا وزير للخارجية. واستمر وزيرا للخارجية حتى آب 1945. عندما كان وزير للخارجية أسهم في عدة مناسبات خارجية، منها أنه شارك في توقيع ميثاق الجامعة العربية عام 1944، وشارك في اجتماعات التحضيرية اللي استمرت من أيلول حتى تشرين الأول. أيضا شارك في مؤتمر سان فرانسيسكو اللي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية في نيسان عام 1945 من أجل إنشاء منظمة دولية هي منظمة الأمم المتحدة. وشارك في وطلب من الحضور توسيع الدول حتى من الممكن فض النزاعات والحروب بالطرق السلمية. طبعا هو عاد إلى العراق ولم يوقع على هناك. ملاحظة دكتور محمد، العراق من المساهمين في تشكيل هيئة الأمم المتحدة. نعم. ولكن العمري لم يوقع على الميثاق. هذا واحد. اثنين، أول بلد عربي يدخل إلى عصبة الأمم المتحدة العراق. نعم. يعني هذه ملاحظة مهمة. نعم. أنه وبفضل جهود أرشد الأمن. نعم. وهو كان رئيس الوفد العراقي في مؤتمر سان فرانسيسكو. نعم. هو ليش ما وقع على الميثاق الأمم المتحدة في حزيران عام 1945؟ لأن هو اكتشف أن الدول الكبرى كانت تخطط إلى تقسيم فلسطين، لذلك انزعج متعلقة بفلسطين. نعم. نعم. لذلك انزعج من هذا الأمر وعاد إلى العراق، وكلفت الدولة العراقية محمد فاضل الجمالي بأن يوقع على ميثاق الأمم المتحدة، وفعلا هو وقعه في حزيران عام 1945. عندما كان رئيسا للوزراء اللي استمرت من حزيران 1946 وحتى تشرين الثاني عام 1946، من أهم الأعمال اللي قام بها ولا سيما القومية هو مساندة القضية الفلسطينية، واقترح في الجامعة العربية أن تشكل جمعية للدفاع عن فلسطين. مهمة هذه الجمعية جمع التبرعات للفلسطينيين ثم إرسالها من أجل إنقاذ هذه قضية فلسطين. وأيضا خلال هذه وزارة حدثت بعض المشاكل، والسبب في ذلك أنه العراق أقبل بعد الحرب العالمية الثانية إلى مهمة من أجل تقدم العراق، مهمة ديمقراطية، تأسست الأحزاب السياسية في نيسان 1946. عندما جاء عطل بعض إلى رئاسة الوزارة، عطل بعض الجرائد ولا سيما الجرائد. نعم. هو أول أو الصحف الشيوعية. نعم. نعم. وأيضا أغلق جمعية مكافحة الصهيونية في حزيران عام 1946 واعتقل قادتها، علما أن هذه الجمعية تأسست عام 1945. ما شاء الله. نعم. دكتور علي، هناك إضافات
على ما ذكره دكتور أكيد محمد وليد. أكيد دكتور فارس، احنا ذكرنا بالبداية أنه حياته مليئة بالعمل الجاد والانتقاد البناء، والحلو في منتقديه أنه يشيدون بصفاته، يعني نعم. كثير من كتب عنه أنه يذكر أنه هذا الرجل احنا نسميها بالعامية دغري أو بالمصطلح نعم. دغري، أنه عدل نعم. ما يساوم، لكن بنفس الوقت المسؤولية كانت كبيرة كبيرة جدا وخطيرة، رئاسة الوزراء، بحيث أنه الكثير ممن انتقدوا حتى البريطانيين اللي كانوا موجودين في العراق انتقدوا التشكيلة اللي موجودة للوزراء اللي كانت موجودة في حكومة أرشد العماري، ولهذا في بعض الأحيان اضطر أنه هو يتخذ القرارات عن الوزراء نظرا لضعف الوزراء في نعم. تأدية واجباتهم. نعم. الأحداث اللي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية تحديدا كانت أحداث يعني صعبة، ومن ضمنها ذكر الدكتور محمد وليد زميلي أنه كانت تتفاعل قضية فلسطين، وخصوصا بال 47 48 مسألة إقرار الكيان الصهيوني أو نكبة فلسطين، هذه الأمور أججت الشارع العربي بشكل عام والشارع العراقي، فالرجل كان يعني صعب أنه يتخذ قرارات وحده. بنفس الوقت كان هناك تشكيل للأحزاب بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا في 6-4-5 أحزاب، هذه الأحزاب ما كانت معارضة لكن أصبحت معارضة للحكومة بسبب قضية فلسطين، بسبب الأوضاع اللي مر بها العراق، يعني نعم. مسألة الغلاء، مسألة انخفاض زيادة البطالة، مسألة الجفاف، مسألة قلة الزراعة، كل هذه الأمور تجمعت في هذه الفترة. أصبح هناك لكل حزب بعد ما أنه أصبح هناك موافقة من الحكومة، أصبح هناك جريدة، نشاط سياسي وإعلامي ورئيس ولجنة لهذا الحزب، فكان القاسم المشترك في الرد على هذه المتظاهرين أو الرد على الانتقادات أو الكتابات اللي موجودة اللي كانت تنتقد الحكومة، لازم أنه يكون هناك رد فعل رسمي من رئيس الحكومة، فكان هو فترته اللي كان بيها كانت قمة المشاكل اللي كانت موجودة على مستوى العراق ومستوى العالم العربي تحديدا. لو سمحت لي دكتور، نعم. إضافة إلى الدكتور علي الله يبارك بينه، أنه عندما أصبح رئيس الوزراء أخذ العمال يطالبون بحقوقهم، العمال كانت رواتبهم قليلة، في نفس الوقت الغلاء كان بشكل كبير جدا، الحالة الاقتصادية كانت تعبانة، لذلك عمال شركة النفط العراقية في كركوك طالبوا برفع رواتبهم. نعم. طبعا المدير الشركة وعدهم بخير، لكن ما استجاب بعدين لهذه المطالب، فجرت عدة مظاهرات. في هذه المظاهرات الشرطة أطلقت النار فقتل عدد من المتظاهرين، وكذلك جرح عدد آخر منهم، وألقي القبض على عدد من المتظاهرين، وكان من ضمنهم الجنود ولا سيما الشيوعيين اللي وضعوا في السجون والمعتقلات، وأيضا هؤلاء أضربوا على العمل في تموز عام 1946. بسبب هذه الأعمال وزير الداخلية عبد الله قصاب قدم استقالة، نعم. وهذا ما أدى إلى استقالة الحكومة، وفعلا الحكومة كانت ضعيفة كما ذكر زميلنا الدكتور علي، وأيضا من الحكومة الثانية اللي راح يشكلها في عام 1954 اللي هي في 29 نيسان 1954، واستمرت قدم استقالته في 17 حزيران 1954، كانت وزارة أيضا ضعيفة، وفقط هذه الوزارة الثانية من عام 1954 كانت فقط أنه جرت انتخابات للمجلس النيابي، واتهموا بوقت نور السعيد والوصي بأنه كان شوي متساهل مع المعارضة، في حين المعارضة تقول له أنت زورت في هذه الانتخابات حتى يصل، يعني كان في بين كماشتين.
نعم. ولذلك قدم استقالته، الوصي تأخر وبعدين قبل الاستقالة، وأصبح نور السعيد بعدها شكل الوزارة في 3 آب 1954. نعم. نعم. بالمناسبة دكتور محمد، هو كان أرشد العمري كان بده أن يجدد الوزارة الثانية، لكن بعض الكتاب أو الباحثين ذكروا نتيجة الضغوطات البريطانية أكيد ومحاباتهم لنور السعيد أنه نعم. فضلوا تشكيل الوزارة، وعلى أساس أنه أرشد العمري يشكل مرة ثانية. نعم. 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 فهذه كانت موجودة، أنه تحكم الغرب في نعم. في العراق وبعض البلاد العربية. نرجع إلى مسألة أنت ذكرتها قبل دكتور محمد، اللي هي مسألة عمال كركوك. نعم. فعلا هي كان يسموها حادثة غارباغي. نعم. كارباغي يسموها. نعم. اللي هي عمال كركوك. طبعا هاي إحدى الشغلات اللي أججت الوضع في 1946 تحديدا. الاعتصامات كانت مدة 8 أيام. طبعا هي مشروعة، العمال كانوا يطالبون بزيادة الأجور. بالمناسبة كان الأجور مالتهم 80 فلس، كانوا يطالبوها إلى 250 فلس. بلى. أسوة ببقية البلاد العربية، المدن اللي كانت موجودة قريبة ويتواصلون عن طريق الصحف، فكان في عبادان وفي أكثر من مكان شركات نفطية، كانت أجور أعلى. وهون جماعتنا يعني منصاعين للواقع. بنفس الوقت كانوا يطالبون بقانون التقاعد، يطالبون بحقوق لهم، يطالبون في بعض الأمور اللي هي من حق العامل، لكن طبعا ما كان مستجيب. فثمانية أيام تأجج الوضع. بنفس الوقت في هذه الفترة الأحزاب اللي كانت موجودة يعني كانت تستغلها الموقف أنه حتى تكون كتاباتها ضد الحكومة، فصار جمعت هاي الأسباب وتم إغلاق بعض الصحف مثل ما ذكر زميلي دكتور محمد، واعتقلوا حتى رؤساء الأحزاب بعض منهم، وخصوصا كان هناك تحريض من الشيوعيين في تلك الفترة، أطلق النار على بعض المتظاهرين. نعم. تذكر بعض المصادر 67 قتيل أو كذا جريح مصاب. كذا كل هذه الأمورات أججت الأمور. نعم. 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 أيضا هو أصبح وزير للدفاع مرتين. نعم. المرة الأولى في عهد وزارة حمدي الباتشيتش الثانية اللي شكلت في آب 1944 وانتهت في كانون الأول 1945، والثانية كانت في عهد وزارة محمد الصدر اللي شكلت في كانون الثاني عام 1948 وقدم استقالته في حزيران. هو ليش قدم استقالته؟ قدم استقالته لأن مشكلة فلسطين، مشكلة تقسيم فلسطين. نعم. وهو طبعا ذهب مع الوصي عبد الإله، زار فلسطين في نيسان، وعندما دخلت انسحبت القوات البريطانية ودخلت المجامع اليهودية. اليهودية وأعلنوا دولة الكيان الصهيوني في 15 أيار 1948. دخلت الجيوش العراقية والجيوش العربية. نعم. وأعلنت، وطبعا هو نقل مقره إلى بيروت حتى يكون قريب من ساحة القتال وقريب. نعم. من الجيش العراقي. طبعا أعلنت الأمم المتحدة الهدنة في 11 نيسان. الدول العربية قبلت بهذه الهدنة. طبعا هو تفاجأ والحكومة العراقية تفاجأت، فأرغمت الحكومة العراقية على قبول الهدنة، ونتيجة لقبول الهدنة في 11 حزيران قدم استقالته في 16 حزيران، وقبل الوصي في 23 حزيران عام 1948. يبقى شيء نسينا. نعم. نذكر شيء مهم طبعا. نعم. لأنه هو كان تخصصه بناء وإعمار وتخصص بالتجارة، مسألة في عام 1950 تحديدا أقر القانون العراقي إنشاء ما يعرف بمجلس الإعمار العراقي. نعم. طبعا هذا كان لو هاي النقطة المضيئة. نعم. صدى مهم العهد الملكي. نعم. العهد. نعم. الملكي واللي لحد الآن ما قرر. نعم. في ذلك المجلس. نعم. لحد الآن هو يعمل قيد التنفيذ في الدولة العربية. نعم. بالمناسبة أستاذنا وزميلنا الله يحفظه
عبد الله شاتي عبهول في جامعة بغداد كلية الآداب، كتب رسالة ماجستير رائعة عن المجلس، مجلس العمار العراقي 1950-1958، أبدع بها. طبعا أنا قابلت هذا الشخص لأنه كان تخصصه اقتصادي فاحتاجيت بكثير شغلات، فالرجل كأنه موسوعة استوفى هذا الموضوع وفعلا يسجل باسمه. ما يهمنا في موضوعنا عن هو بي أيضا أرشد العمري، هو أنه في عام 1950 عين نائب رئيس مجلس الإعمار، نائب كان في 53 عينوه رئيس مجلس الإعمار، وطبعا كان له شوط في إقرار العديد من المشاريع، الصفحات الخالدة في تاريخ في حياة هذا شخصية هذا العالم. طبعا من المشاريع المقترحة اللي هو اقترحها في البداية، من كان أمينا للعاصمة، منها وزير للاقتصاد عام 1934 والمواصلات، إنشاء سد دوكان، سد البنديخان، سدة الثرثار، كل المشاريع اللي بالعراق، والمصايب مثل مصايب صلاح الدين، سيرسينج، يعني هو كان مشرف عليها ومبادر بها، وقام بدراستها والعمل بهذه المشاريع والاصطياف وإنشاء فنادق. يبقى السؤال الأخير هو اعتزاله للسياسة ورحيله عن العراق، مغادرة العراق بعد انتهاء الحكم الملكي عام 58، غادر هو وزوجته التركية العراق إلى تركيا، وبعد أن توفيت زوجته عاد إلى العراق ثانية وبقي. وهناك ملاحظة مهمة أدهشتني الحقيقة، أن هذا رئيس الوزراء منذ أن كان رئيس الوزراء لم يمتلك بيتا خاصا بملك شخصي، وعندما عاد من تركيا سكن في دار والده ابنه في بغداد، عصام سكن ولده ولده هو نعم. هو طبعا دكتور لو تسمح لي، انه عندما قدم استقالته عام 1954 مباشره سافر الى تركيا الى اسطنبول، واستمر بها حتى 1968. ولكنه زوجته كان يعود الى العراق، هو في 58 غادر نهائيا. وبال 58 قام يعود إلى العراق زيارات متكررة، فلكن بعد وفاة زوجته عام 1967 عاد إلى العراق من 78. طبعا اعتزل السياسة واعتكف بالبيت ابنه عصام في بغداد حتى وفاته عام 1978. فقط يعني ملاحظة قبل يعني ما ننتهي من ذكر هذا الرجل، هو عنده نشاط سياسي حزبي. أولا هو كان سكرتير لجمعية الدفاع عن الموصل كما ذكر زميلنا الدكتور علي، أنه شكلت هذه الجمعية بسبب مطالبة تركيا بالموصل، وأصبح رئيس جمعية الدفاع الوطني هو أحمد الفخري، ونائبه كان محمد حبيب العبيدي، وأصبح هو سكرتير هذه الجمعية. طبعا هو من جت لجنة التحقيق الدولية إلى الموصل في 27 كانون الثاني 1925، هو التقى بهذه اللجنة وأوضح لهم من الناحية التاريخية والناحية الجغرافية كيف أن الموصل هي جزء من العراق. النقطة الثانية نشاطه السياسي، طبعا الجمعية انتهت بعد انتهاء مشكلة الموصل في كانون الأول 1925. النقطة الثانية أنه هو دخل حزب التقدم، وكان معتمد الموصل عن حزب التقدم عام 1925 اللي أسسه عبد المحسن السعدون، لكن هو ظل بالحزب 4 أشهر، ما كان راغب في هذا الحزب، عنده طبعا مقترحات، بعض المقترحات السياسية والاقتصادية والثقافية، لكن كان شيء قليل. النقطة الثالثة هو تأسيسه لجمعية الهلال الأحمر العراقي عام 1930. وبهذا يكون خاتمة أعمال أرشد العمري كما نختتم حلقتنا هذه. الحقيقة مهما تحدثنا عن هذه الشخصية وقلنا فيها، لا يمكن أن نفي حقها في ساعة
تلفزيونية، ولكن هذا ما يسمح به الوقت. شكراً لضيوفي الأعزاء الدكتور محمد وليد والدكتور علي حمزة، شكرا لله لقبولكم هذه الاستضافة الجميلة في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة، وإن شاء الله في لقاءات أخرى نكون ومع شخصيات أخرى. أعزائي المشاهدين، هذا ما يسمح به وقت البرنامج. شكرا لكم لحسن إصغائكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.